اشعوري انا فرحانه النهارده الخميس، فرحانه جدا 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 لان انا بقى لي 5 شهور مستنيه اليوم ده. بقى لي 5 شهور محبطه وتعبانه، بس كان عندي امل في الله، كان عندي امل كبير قوي 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 في ربنا، والحمد لله ربنا حقق لي املي وحقق املي يا ربي في بقيه مطالب الشعب وبقيه مطالب الثوره. ومصر كده دايما تبقى رافعه راسها بشبابها ورجالتها وستاتها واولادها، وينصرنا ربنا ويهدي المشير علينا ويهدي ربنا. انا عايزه اقول له حاجه لو وصلت له، عايزه اقول له يا ريت تاخد جيشك كده، ومتشكرين ليك جدا جدا جدا. انا مش هقول لك تمشي خالص، انا حاجه دي ما تعنينيش حاجه. لو في ناس اعلى مني واحسن مني شايفه انك انت غلط في البلد هي اللي تشيلك، لكن انا او ربنا، ممكن ربنا هو اللي هيشيله برضه. لكن انا بقول له كست وحضرتي في الثوره، وماما نوره بتقول له خد جيشك وارجع الحدود، ومتشكرين ليك جدا. وسيب استاذ عصام شرف يشوف شغله مع الشعب، وسيب الشعب يحقق امانيه، وشوف مين الحرامي يمسكوه ويحاسبوه، ومين اللي بيضل مصر ويحاسبوه، والشباب اللي هي محبوسه غلط ومحبوسه ظلم تطلع. يا ريت يا سياده المشير كل الشباب اللي انت لميتهم من الثوره يطلعهم، عشان اهاليهم بيبكوا دم عليهم. يا ريت، ويا ريت تاخد بقى بعضك كده وجيشك وتروح على الحدود تحمي بقى الحدود، ولا انت بقى متفق مع امريكا واسرائيل عشان يخشوا؟ انا مش خايفه، بقول لك كده، وبقول للاستاذ عصام شرف، يا استاذ عصام شرف بلاش يبعتوك كل شويه ببلد، وسيب بلدك اللي انت ماسكها تعبانه ومنهاره. والشعب يا استاذ شرف، يا استاذ شرف ارجوك ارجوك، انا عارفه انك انت انسان طيب وانسان محترم، احساسي بيقول كده. بأرجوك لو انت خايف من اي حد بيضغط عليك، والكلمة دي دايما اقولها لك في اي برنامج بسجل فيه، بقول لك الشعب كله معاك، الشعب كله معاك يا استاذ شرف. ما تخافش، خاف من ربنا بس، خافوا من ربنا، هو اللي هو القوي، هو العظيم، هو اللي يهد اي بني ادم زي ما بيرفعه زي ما هينزله. ارجوك وخافوا على مصر، خافوا على مصر وناس مصر. مصر جميلة، مصر جميلة، ما تبعهاش. ومتشكرة لحضرتك.